السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ومعاكم مرة سموحة في فيديو جديد. فيديو النهارده هنرسم على جراب الفون. هنرسم رسمه رسمتها قبل كده كمان في صوري، رسمتها بحب، فقلت اما اجرب ارسمها على جراب. تعال نشوف هنعمل فيه ايه. وكمان في ميزه النهارده، هنرسم بالبودره المضيئه. احط البودره المضيئه على جراب واشوفها تنور في الضلمه. وطبعا هيبقى تصوير، هحاول اصورها لكم عشان انا بصور بالفون، فالتصوير مش هيبقى طبعا زي الكاميرا، فحاول اصورها لكم بالتصوير الليلي عشان انا ما عنديش التصوير دي. فاتمنى تكون واضحه في التصوير وبس. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وطبعا توصل الفيديو لاي مكان، ابعته لاصحابك واي حد عايز يعمل جراب، ابعت لي انستا او واتس. طبعا لو عايز تسال او تسال عن اي حاجه عن الادوات كلمني انستا، هرد عليك. واعمل فولو، يعني روح انستا واعمل فولو. بنزل حاجات جديده، بنزل صور ورسومات، ساعات مش بنزلها طبعا على اليوتيوب عشان مش بقدر اعمل كل فيديو كل رسم يوتيوب. ف تابعنا على انستا بس، متنساش تعمل لايك، واتمنى يكون الفيديو عجبك. يلا باي. استنى الجراب ينشف من اللون الزبدي الاسود، نجيب الرسمه اللي احنا قصناها ونحطها في المكان اللي احنا نرسمها كده هنا. طبعا هتحتاج طبقه ثانيه، بعد ما الطبقة الأولى تنشف نمش عليها طبقة تانية. What we do here is go back.
اجرب الالوان المضيئه فيها. اول مره الصراحه اجرب على جراف، فتعالى نجربها كده. هو المشكله في الالوان المضيئه لما باجي اصور بسبب الفون فمش بيظهر. بعد ما خشينا كويس بعدين اللون ده نرش كده ونولع فيها النار بقى. بسبب النار طبعا الالوان الاكريليك ساحت، ف الحته دي عادي ماشي عليها بالالوان الاكريليك تاني. اول ما تيجي تغلط ما تحسش ان انت بوظت الرسمه، يعني زي ما انتم شايفين انا في اول ما خشتها تحس ان الرسمه كلها باظت. بس ميزة الالوان الاكريليك اساسا من الفرشه اللي انت حتى لو غلطت هتعرف تصالح اللي انت عملته. زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلصت التفاصيل وكل حاجه، ايه رايكم؟ اكتبوا لي رايكم طبعا في التعليقات. بس قبل طبعا ما ننهي الفيديو، بعديم اللون ده تديله رشه بحيث ان انت تدي طبقه لمعان للجرافز نفسه عشان ما تحسش ان في فرق بين الالوان الاكريليك والسبراي. وطبعا تسيبه براحته. اتمنى الفيديو يعجبكم، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب طبعا، تكتب رايك في التعليقات الرسمة حلوة ولا لا. طبعا انتوا شايفين الاضاءة احسن، فابقى اصورها لكم صورة جميلة ان شاء الله. ودلوقتي هحاول اصوركم فيديو وهو بالظلمة. تعالوا معايا كده ونشوف احسن ايه. واو زي ما انتوا شايفين كده واو بينور. طبعا الالوان دي بتشتغل ازاي؟ تحطها في النور العادي، الاضاءة العادية سواء شمس او ضوء، وفي اي مكان ضلمة هتلاقيها بتنور كده معاك. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم ورأيكم في التعليقات.